يا وركي يخرب بيت امك يا عمر، بس مش خساره فيك يا واد يا منيل. هو فين؟ انا ما حد يشوفني. يا عمر انت يا واد يا منيل يخرب بيت امك. يا لهوي الواد ابني الجزمه ده فين؟ هتصل بيه؟ انت رد على التليفون عمال يرن ده. حاضر ماشي ماشي يا بابا. رد يا ابن الجزمه. انت يا ابني البغل التليفون اللي بيزن ده. حاضر يا بابا. الو اهو. ايه يا واد يا عمر؟ لا ثواني ثواني خليك معايا. ايه يا واد يا منيل مالك؟ بص بص ما تجيش. خلاص ماشي امك جنبك ولا ايه؟ كلم مين يا هو؟ ده واحد صاحبه. واحد صاحبه ابويا. مالك بتتسحب كده زي الفار؟ بالشبكه الشبكه وحشه هنا يا ابويا. يبقى الله غير التليفون الغرفه ده. يلا بعيد عني ما تسطعنيش. ماشي ماشي يا واد يا منيل. انت ايه الشبكه بايظه عندك ولا ايه؟ ايه يا واد يا منيل في ايه؟ خش بيتك يا واد. انت عملت ايه؟ يا لهو عملت ايه يا واد؟ ما عملتش حاجه. غيرت منك فين؟ انا فوق السطح يا واد يا منيل. تعالى لي بسرعه. ما تنجز يا واد يا عمر عامله لك مفاجاه. سلام سلام يا واد يا منيل. قبل ما ياخد باله. انت عرفت عن ولا يا واد يا منيل؟ ايه رايك؟ يا مكوش الله يخليك. خد حته. الله يا اغلى حلاوه البيض اللي ممكن تشوفها في حياتك يا حبيبي. تعالى تعالى يا حبيبي يا مكوش. انت هتفتح حلاوه وتاكل امك منها. انا مش هتكلم يا ابويا لوحدي. خد يا حبيبي كل. بس كده يا مغوش. اباك انا يا فيش وانت بتكلميني. يا لهوي بتتكلم بجد يا واد يا منيل؟ اه انا همسك التليفون وارد عليك. يا اختي ده كان طين عشت يا ابو عمر. انت اللي بلا رخمه. كل شويه عمال ترن ترن ترن. حضرتك ترن وانا قاعد موجود. وانا ما اعرفش يا واد يا منيل الا ابوك جنبك. الله يرحمه هو اساسا. ماشي شكرا يا مغوش على حلاوه المولد. ما تشكرني عليا يا عمر ده انت حبيبي. انا المفروض قلت لك اللي جايب لك انا يا مغوش. مش مهم بقى يا عمر انا وانت واحد يا واد. ماشي يا مكوش. طب صحيح انا اقول لهم ما جبت حاجه تموت دي منين؟ ده انا اشفر معايا فلوس. يا لهوي عندك حق صحيح. قول لها اي حد جابها لك. ما حدش يعني يا مكوش. هو في حد يبقى عايز حاجه تموني؟ قول لها اي حد جابها لك يا واد يا منيل. لقيتها في الشارع اي حاجه اتصرف. ماشي ماشي يا مكوش. خلاص ماشي. مش شايفنا. انا اقول رب ما فينا. ما فيش تعرفنا من هنا. وحشتني قوي. قولي يا بنت الكلب عمال يرن عليك بقالي فتره مش عايز ترد عليا ليه؟ قولي لي بس انت فين؟ انا اقول الحق يا ام كشك. ده بيخوني. سنة ام سودا. انت بتخوني معايا يا ام كشك. يا لهوي. يا بنت الكلب يا هولا بتعملي ايه انت والواد هنا؟ ايه ده بس يا ابو عمر ما تفهمش غلط. عاون نبويا ما تفهمش غلط. فهمش غلط ايه يا ولد الجزمه؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ لا يا اخويا ما تاخدناش في دوكا. انت كنت بتكلم مين يا ابو عمر؟ انت كنت بتكلم مين يا ابويا؟ تمام امك يا ابن الجزمه. ايه اللي موافق مع ابني في السطح يا ولا هولا؟ كنت جايبه لك حاوت المولي ده. اهي والله يا ابو عمر. يا بنت الرخمه. لا 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 ما كانتش جايبها لك. كانت جايبها لي. اتنيل اتنيل. والله يعني ايه كانت جايبها لك انت؟ اه ابويا كانت جايبها لي. كانت بتاكلني بقي. يا بنت الكلب يا حولة بتخونني مع ابني؟ ما حصلش ما حصلش يا ابو عمر. يلا يا بنت الكذابه. اسكت لارميك من على السطح يا ابن الجزمه. ما انت عايزه تلبسيني في مصيبه ام كشري. يا ابن الجزمه ما ممكن يرميني انا وانت. انت عايزه دلوقتي. اسكت خالص ما تتكلمش. ماشي ماشي. وبعدين يعني وبعدين يا ام كشري في الفضايح اللي انت بتعمليها دي؟ فضايح فضايح ايه بس يا ابو عمر؟ فضايح اللي انا بجيب لك حلاوه المولد يا راجل. انا مش مصدقك. الواد بيقول انت جايبها له هو. عيل صغير. انا مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه؟ انت قطع عمري اهو. ابويا قولي الحقيقه، حلاوه المولد دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ بصراحه ابويا هي كانت. اخلص يا ابن الكذبه هتترمي من فوق السطح.
حال خفش. اقعد ساكت يا حول، اقعد ساكت عشان ما اجيبش طوبه وانت شايف وشي. ليه بس؟ ليه بس يا ابو عمر؟ طب رد وقول الحقيقه، حلاوه المولد دي لمين؟ قلت لك يا راجل هي اغنيه، قلت لك ليك انت. انا مش مصدقك يا حول، عشان لو ليه كنت اتصلت بيا. صح ابويا كان غلط، صح كنت اتصلت بيه هو. يا ابن الجزمه هديك في وشك، اسكت. انت تقطع علاقتك بيا وانا هتصل بجوزك دلوقتي. يا لهوي، تتصل بجوزي ليه يا ابن الجزمه؟ انا هوريك يا ام كشري بتخونني انا. اصبر عليا. انت هتعمل ايه يا ابو عمر؟ لازم اجيبكم مع بعض. قرب يا عمر، يا قرب منها شويه. تعالى ماشي يا ابويا. يا راجل انت رحمه في ضربيه يا نايم، انت مش شايف ده طلع التليفون وهيصورنا. بس مبشر يا حلو عشان اعلمك الادب. حرام عليك يا ابو عمر، انت كده هتفضحني. مش مهم، انت كده كده مفضوحه. ابو عمر انت هتعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، شايفين بنت الكلب الحوله دي بتخني مع ابني وجايبه لها حلاوه المولد. يلا يا بنت الكلب يا حلو، انا افضحك على زعل على 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 الله يف. يا جماعه شايفيني يلا كل الناس لايك. تعمل ايه؟ اسكت محدش يدوس لايك، محدش يشير. خالص ما تتكلمش. ودلوقتي بتضرب ابني، خليه يبعد عنها زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، ام كشري الحوله طالعه بتخدني مع ابني وانا عايز افضحها على اللايف. كله يشير اللايف. حرام عليك يا راجل، يا منال بتعمل كده ليه؟ وعماله تترجاني عشان اسامحها، بس خلاص الناس كلها شافت. ما عنده حق، ما انت مدورها على رجاله العالم كله، حتى انا ما رحمتنيش. اسكت جدك العرف عليك، ما اللي جابك ابو عمر. والنبي ابو عمر، والنبي ابو عمر، بلاش تعمل كده. اخلص خالص يا بنت الجزمه. الله يخرب بيتك. انا بقى هشير اللايف ده لجوزك يا ام كشري. يا لهوي جوزي، لا جوزي لا، والنبي اخلص خالص. يا ابو عمر انت سايبني ليه؟ انا بقى بس يا ابويا. بس انت قلت مش عايز اسمع صوتكم. يا ابو عمر انت رايح فين؟ الله يهديك. خد اسكت خالص يا ام كشري، انا هخلي جوزك يموتك يا ام كشري. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا عمر. هو ابوك ده رايح فين يا واد؟ هكون رايح فين يعني يا ام كشري؟ هيودينا في داهيه. يا لهوي دي سنه صوت النهارده. خد يا واد الحلاوه. بقول لك ايه؟ اي حاجه تحصل قول لا، مش انا ما اعرفش اي حاجه. ماشي يلا. يا لهوي تعمل ايه؟ اللي انا شايفه ده ام بس مباشر. يا ابويا يا ابويا، في ايه؟ في ايه يا ابنك عمال تزن ليه كده؟ الحق يا ابويا، الحق يا ابويا. بص تعالى بص يا ابويا، بص على ايه في ايه مالك؟ فضيحه ام كشري بس مباشر يا بقى مع الواد عمر. الله يا دي، انت بتقول ده يا عمر مين؟ عمر ابن ام عمر يا بقى، جيراننا اللي هنا دول. طب بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ والله يا بابا بتكلم بجد، اهو قدامي. وريني اهو، وريني التليفون ده يا. ماشي خد يا ابويا خد. وريني ايه اللي ده؟ شافني شافني يا بنت الكلب العولة. يا بنت الكلب هنعمل ايه كده يا ابويا؟ امي فضحتنا يا ابويا. هي فين دلوقتي؟ انا ما اعرفش والله يا ابويا ما اعرفش. امي اه امي، ده هتلاقي مولد سرير. يا مولد سرير ليه يا ابويا؟ اول ما تخش من الباب هديها على دماغها واموتها بنت الكلب اللي فضحتنا في البلد. يا لهوي، ما كده هتموت يا ابويا. تموت ولا تولع؟ حلو يعني اللي احنا شفناه انا وانت ده؟ لا طبعا مش حلو، انا مخنوق والله العظيم يا ابويا مخنوق. طب يلا قوم هات لي مولد سرير بسرعه وحبل. كمان حبل يا ابويا؟ اسمع الكلام يا قوم. يلا حاضر حاضر يا ابويا حاضر. يا بنت الكلب يا حول، انت بالله اللي تكسبها معايا النهارده. انجز يا انجز يلا عشان ليله ام عسوله النهارده. وانت حرام قلب، كل سنه وانتم طيبين، ومناسبه مولد النبي. يا رب بقى الفيديو ده يعجبكم، واستنوا الفيديو اللي جاي. في فيديو ظاهر هنا وفيديو ظاهر هنا، خشوا اعملوا لهم لايكات. يلا انا هقتل بنت الكلب الحوله النهارده اللي انا شفته ده، وربنا لا اقتلها. بس اهم حاجه لو عاوز اتفرج على جزء تاني ينزل دلوقتي في كومنتات يقول عاوز جزء تاني. يلا يا قتل نموت يا ابن الجزم. هتقولي لي لابوت هاتلي كام كشري هاتلي.